السلام عليكم. مدرسة غرس العالمية بالخوض بولاية سيب تدرس الأطفال من الروضة وحتى الصف التاسع. هذه المدرسة العالمية اللي نالت استحسان أولياء الأمور ورضاهم من عام 2015 وحتى يومنا هذا. هذه سنة وصلوا للصف التاسع وكل سنة قاعدين يفتحون فصول دراسية وسنوات دراسية جديدة. تعالوا ناخذ جولة في هذه المدرسة. أستاذة يمينة مديرة مدرسة غرس العالمية، تكلمينا عن مدرسة غرس العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gars International School has been here since 2015. We run the British curriculum from KG where we apply EYFS going to primary where we apply it exactly as we teach it in UK, considering differentiation, considering that the teachers prepare their resources and where the teaching is student-centered, going to the secondary where we are also recognized as EdExcel Center, and our students in grade 9 are already preparing their IGCSE. This is talking about the British curriculum where all our teachers are from UK. That means مديرة المدرسة أعطتكم نبذة عن المدرسة وعن المنهج المتبع في تعليم الأطفال بداخل هذه المدرسة. الحين بناخذ جولة في المدرسة. طبعا هذا المبنى من 2015 وحاليا قاعد يبنون مبنى جديد، حصلوا على أرض من وزارة التربية ويبنون مبنى كبير في سوق الخوض، وحاليا هذا هو المبنى. هنا مكاتب الإدارة وهنا نروح للأطفال، يعني مكان مميز جدا. موقعهم حاليا في الخوض خلف بنك ظفار. الله 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 للأطفال الحلوين. أجواء جميلة، مكان يفتح النفس، مكان وايد حبيت المكان، وايد حبيت المكان، وايد حبيت المدرسة. يا سلام، وين صفقة 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 صفقة. تعالوا بنوريكم مرافق المدرسة ايش فيها، تعالوا معي. وصلنا للمختبر، مكان مميز جدا، من مختبر الكيمياء الى مختبر الفيزياء. وهذا الصف السابع، احدى الفصول الدراسية، فصول جدا منظمة. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا عندهم لعبة رياضية في الرياضيات، يستخدمونها عن طريق الحركة، حاجة مميزة. وطبعا هنا مكان الكيجي وهذا مكان اللي يلعبون فيه. اجواء الكيجي مميزه مع الاشجار والمكان النفسي الحلو. تعالوا اوريكم اجواء الكيجي 1 في مدرسه غرس العالميه اللي بالخوض. الله الله اللي يلعبون، ها حاطينهم اماكن الترفيه واماكن اللعب، والجميل ان المشرفات موجودات مع كل مجموعه طلبه. هذول هنا عندهم ترفيه. وتعالوا بندخل على مكان التدريس، ايضا مجموعه مدرسات محترفات عمانيات وعربيات واجنبيات موجودات، كل مدرسه مع مجموعه من الطلبه. حاجه مميزه، حاجه مميزه، ومكان تعليمي مهيئ للاطفال حقيقه مع كوادر تعليميه جدا مميزة لعيالكم الكي جي 1 والكي جي 2. علموا الأطفال موضوع عملية إعادة التدوير وفي نفس الوقت عملية الزرع،
يعلموهم على الزرع يزرعون وبنفسهم يوميا الصباحي يسقوا هذا الزرع. احنا شفنا مكان الترفيه للكيجي، وين مكان التدريس؟ هذا مكان التدريس. حتى الشاشات تفاعلية وايد مميز. ولي أمر عند طفل توحد بإمكانه يجيبهم لمدرسة غرس العالمية، لأن عندهم قسم خاص للتربية الخاصة. هنا قاعة مصادر التعلم. أستاذ قلت لي تعلموهم إيش؟ اللغة العربية، الكتب، الاي سي تي، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، مكتبة، الكل موجود. ما شاء الله، مكان يعني نفسياً مميز جداً، وأيضاً المشرفين موجودين مع الطلاب. جميل أن عندهم منصة اسمها اقرأ بالعربية، فيها مستويات مختلفة لتعلم القراءة والكتابة وكل الجميل أنكم مهتمين في تعليم الأطفال والطلبة اللغة العربية بطريقة موسعة جدا. الكوادر التعليمية عندهم من بريطانيا والدول العربية، من مختلف دول عربية بالنسبة للإنجليزي وبالنسبة للمواد الأخرى. هنا عندنا حصة الرياضيات. الجميل أن الشاشات التفاعلية يتفاعلوا فيها الأطفال مع الحصص اللي ياخذونها. السلام عليكم. ما شاء الله. وهني حصة العلوم ايضا، استاذ المدرس من بريطانيا. الجميل انه يشتغل مع الاطفال في موضوع العملي ايضا كذلك. هاي تيشر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهني حصة اللغة العربية. الجميل انه قاعد تعلم الاطفال وحاولت تبتكر حاجة جديدة. مسرح الدمى. أن هناك علاقة قوية بين العقل والجسم. ألا تعلمين أن العقل السليم في الجسم السليم؟ نعم. ما علاقة العقل؟ مستأنسين؟ نعم. فرحانين؟ نعم. معلومة مفيدة وجميلة عن مدرسة غرس العالمية، وهذا ما يهم ولي الأمر. اسمعني، كل المواد الإنجليزية، الرياضيات والعلوم والإنجليزي، بريطانيين ميوبين من بريطانيا لعيالكم. الإسلامية والعربية من مختلف الجنسيات، عماني والدول العربية. هذا اللي يميز المدرسة. الجماعة ما ودروني، قالوا عندنا يوم رياضي، إلا تروح معانا اليوم الرياضي. قلنا أبشروا، ولكن بحط لكم أرقام التواصل. أولياء الأمور اتصلوا، تعالوا شوفوا بنفسكم المعلمين المعلمات البريطانيين العرب أيضا اللي درسون الإسلامية والعربية. والأسعار، اترك الأسعار، لا تفكر بالسعر. شوف الهيئة التدريسية أول، بعدين اسأل عن السعر. اهتم لمستقبل ابنك أول ولا تفكر في الفلوس. هذه أرقام التواصل، اتصل فيهم وبيعطونك أسعار الفصول من الروضة إلى صف التاسع.